شو عم تقول يا ابو جودات؟ ابو شاكر قتل النمس؟ اي نعم، وعندي بلاغ رسمي بهالشيء. ومين مقدم لك البلاغ؟ مع المهم مين مقدم البلاغ، المهم تسلمون المتهم ابو شاكر. ابو جودات، ممكن اعرف ليش اجيت لعندي انا بالذات وعم تخبرني هيك خبريه؟ اول باشتان يا معموم بيك، باعتبارك كبير حاربة الضبع لازم تعرف كل شي عم بصير فيها. تاني باشتان، ابو شاكر ما حدا بيعرفه بحارة الضبع، وكلهم عم بيقولوا انت الوحيد اللي بتعرفه وانت اللي اجرته الدكانة. وتالت باشتان، بدي اعرف شو طبيعة العلاقة بين ابو شاكر والنمس لحتى قتله. ابو جودات، مين اللي قالك اني بعرف شي عن ابو شاكر؟ ولا جاي هيك تتهمني بشغلة معينة وتبتزني بالمصاري لاني جبت ابو شاكر على الحارة وكريت له الدكان؟ العفو منكم مأمون بيك، انا لا عم بتهمك ولا عم بتزك، بالعكس انتم فضلين علي من ساسي لراسي، بس كل ما هنالك قلت بخبركم بالموضوع مشان نستفيد من علمكم وخبرتكم. ايوه، هلا مشان فيدك بشغلة ابو شاكر بدك تقلي بالاول مين مقدم البلاغ انه ابو شاكر قتل النمس.